قد أكون في يوم من الأيام اغتبتك، ولابد من زلة اللسان في نفسي أو مع جماعة بقصد أو بغير قصد. أتمنى أن تسامحني إذا كنت اغتبتك، فقد علمت أن الله عز وجل لن يغفر لمن اغتاب حتى يسامحه المغتب. أرسلت هذه الرسالة لكل الموجودين في القائمة، ليس ضعفا مني، بل خوفا ممن بيده ملكوت السماوات والأرض. فإذا سامحتني أعد إلي الرسالة، هي دعوة للتسامح، فلنصفي أنفسنا. سامحوني، فقد كثر موت الفجأة، وأنا أشهد ربي أني قد عفوت عنك. لوجه الله تعالى، دعوها دعوة للتسامح والتصافي قبل رمضان. دمتم سالمين، وإلى لقاء آخر.